مجلس الوزراء يقرر تمليك الأراضي للمتجاوزين. اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين تجتمع وتتفق على عدة ملفات. الأسدي لا اتفاق غير معلن خارج وثيقة الجادرية. وتسع مقاعد فقط حصل صلاح الدين بحسب مشروع الانتخابات المقدم من مجلس الوزراء. أهلا بكم. أقر مجلس الوزراء بتمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن مقابل استيفاء مبلغ قدره 5% من بدل القطعة وتقسيط الباقي لمدة 20 عاما. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم إن مجلس الوزراء أقر تمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن مقابل بدل مالي يقدر عن طريق لجنة مؤلفة بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. وأضاف البيان أن القرار نص على استيفاء مبلغ مقدره 5% من بدل القطعة ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، وفي حال تأخر التسديد فسيكون للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يقر إما قبول تسديد القسط أو الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط أو الأقساط المتأخرة مع الفائدة المنصوص عليها. عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين التي رأسها وزير الداخلية ياسين الياسري اجتماعا مشتركا مع وزير التجارة محمد هاشم العاني ومدراء الدوائر والشركات المعنية بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لمناقشة دعم البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية. وذكرت وزارة التجارة في بيان أن العاني والياسري عقد اجتماعا بحضور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة والناطقة باسم القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة أولويات تأمين الوضع الغذائي من خلال دعم البطاقة التموينية وتأمين مفرداتها بشكل منتظم في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تأمين الأمن الغذائي بنفس الجهود التي تبذل في مواجهة الإرهاب. كشف وزير الصحة جعفر علاوي اليوم وفق بيان صادر عن وزارته حصيلة عدد الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية والتي بلغت 111 شهيدا. علاوي وفي مستهل البيان ذكر أن لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة أرشد الصالحي وحضور أعضائها استضافت جعفر علاوي وزير الصحة لمناقشة تأمين الواقع الطبي للمتظاهرين. وأضاف البيان أن الصالحي وجه عدة تساؤلات لوزير الصحة عن عدد الشهداء والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ولحد الآن، إضافة إلى الكشف عن نوعية الغاز المستخدم في تفريق المتظاهرين وعدد المفارز الطبية المتواجدة في ميدان ساحة التحرير. استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري في مكتبه اليوم وفدا من المستشارين الأمنيين من الكونغرس الأمريكي. وذكر مكتبه في بيان مقتضب أن الشمري بحث مع الوفد الأمريكي سبل التعاون المشترك بين البلدين. قدمت كتلة تحالف سائرون طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب مرفقا بتوقيع 55 نائبا لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب. وتضمن الطلب النيابي إجراء الانتخابات بنظام الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية وأن يكون الفوز لأعلى الأصوات بنسبة 100%، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات الحالية وقانونها.
أكد عضو تحالف سائرون رائد فهمي اليوم أن وقت التغيير الشامل قد حان، وما على الحكومة والبرلمان إلا الإصغاء إلى الإرادة الشعبية وتلبية مطالب المنتفضين والملايين التي تساندهم. وقال فهمي عبر صفحته على الفيسبوك أنه لابد للسلطة والقوى السياسية الماسكة بها أن تدرك بأن التغيير بات ملحا ولا مناص منه، متسائلا إلى متى يستمر نزيف الدم والحكومة موغلة في نهجها القمعي المحكوم بالفشل الأكيد. وأضاف أن للمنتفضين إصرارا لا يلين رغم شراسة القمع وتوالي الشهداء من الشباب الأبطال الذين يواجهون الرصاص بصدور عارية. طالب النائب عدي عواد اليوم بمحاسبة وزارة الخارجية لتكرار خرق السيادة العراقية. وقال عواد في بيان يجب محاسبة وزارة الخارجية العراقية لتكرار خرق سيادة العراق من قبل الأمريكيين. وأضاف أن وزارة الخارجية في حالة نوم عميق ولا تمثل العراقيين، مشددا على ضرورة محاسبتها بحسب وصفه. أكد المتحدث باسم كتلة تحالف الفتح النيابية النائب أحمد الأسدي عدم وجود أي اتفاق غير معلن خارج الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية مؤخرا. وقال الأسدي في تصريح صحفي أن جميع الكتل السياسية حضرت اجتماع الجادرية باستثناء تحالف سائرون الذين أكدوا لنا أنهم جاهزون للتصويت على أي قانون يعرض داخل البرلمان لتحقيق الإصلاح ومطالب المرجعية الدينية والمتظاهرين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي اتفاق غير معلن خارج إطار هذه الوثيقة التي تضمنت جميع المطالبات. وأضاف أن الكتل السياسية المشاركة في الاجتماع تمثل جميع المكونات، وهناك التزامات متبادلة منها دعم الحكومة مقابل التزام رئيس الوزراء بتحقيق المطالب وفق توقيتات زمنية واضحة ومحددة. أوضح تحالف الفتح أن هنالك جدية من قبل مجلس النواب والكتل السياسية في إقرار أهم القوانين، مبينا أن الأوضاع سائرة باتجاهين هما مسار التعديلات الدستورية وكذلك حل مجالس المحافظات أو بقائها، فضلا على طريقة احتساب عدد الناخبين. جدية واضحة وموجودة اليوم عند أعضاء مجلس النواب وعند الكتل السياسية بإقرار القوانين المهمة اللي تحقق مطالب أبناء الشعب العراقي المشروعة. ومثل ما تفضل الأخ رئيس الكتلة أنه العملية هي سائرة بمسارين، مسار أول تذهب إلى تعديلات دستورية وهذا يحتاج شكل النظام وحل مجالس المحافظات من أو لا بقائها، إلغاها عفوا أو بقائها، وكذلك عدد أعضاء مجلس النواب هل يبقى ثابت أو تفسير لهذه 100,000 نسمة ماذا يقصدون بها. فهذه إجراءات دستورية تحتاج إلى تعديل دستوري، وباعتقادنا التعديل الدستوري معناها الذهاب إلى ثلثي مجلس النواب ومن ثم إقرار رئيس الجمهورية ومن ثم الذهاب إلى الاستفتاء، وهذه من الأمور اللي احنا نسميها الأمور البعيدة. اليوم أمامنا مشاريع قوانين مهمة وتكون آنية، لأن تحقيقها وإقرارها راح يساهم في حل المشاكل الموجودة اليوم ويحقق المطالب لأبناء الشعب العراقي مثل قانون الانتخابات ومثل قانون المفوضية وكذلك بعض القوانين المهمة التي تضمن إلزام الحكومة بضرورة إصلاح القضاء. وعبر تحالف الفتح اليوم عن رفضه المقترحات بمسودة قانون الانتخابات الجديد التي تكرس المحاصصة مجددا. النائب عن الفتح فاضل جابر قال في تصريح صحفي أن هناك إجماع داخل الفتح على رفض المقترحات المقدمة من قبل بعض الجهات التي تحاول إعادة المحاصصة مجددا، وأضاف أن مقترح القوائم المفتوحة والدوائر المتعددة هو الخيار الأرجح والذي لاقى قبول أطراف تحالف الفتح وبعض الكتل الأخرى، كما أشار إلى أن هناك حراك يجري على أقناع الكتل الأخرى بمقترحات الدوائر المتعددة والقوائم المنفردة. وأوضح أن النقاشات التي ستفتح بعد القراءة الثانية بجلسة الغد ستتجه برفض أي مقترح يعود بالمحاصصة قبل عرض القانون للتصويت.
قدم النائب عمار طعمة مجموعة مقترحات على انتخابات مجلس النواب، ومنها توزيع جميع مقاعد الدائرة الانتخابية بحسب الأعلى أصواتا بغض النظر عن القوائم المرشحين منها، مستعرضا عددا من إيجابيات اعتماد هذا المقترح. توزيع جميع مقاعد الدائرة الانتخابية وفق الأعلى أصواتا بإعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين في الدائرة بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويعد فائزا من حصل على أعلى الأصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين. فمثلا إذا كانت عدد مقاعد محافظة معينة 20 مقعدا، فإن أعلى 20 مرشحا بعدد الأصوات يمنحون مقاعد تلك الدائرة الانتخابية أو المحافظة. ومن إيجابيات هذا النظام أليف، ينتج تمثيلا حقيقيا لإرادة الناخبين، وينهي تمثيل القوائم السياسية وتحكم الزعماء السياسيين بانتخاب واختيار أعضاء مجلس النواب. باء يشكل مدخلا مهما لإحداث التغيير في التمثيل السياسي وتبديل كثير من الجهات والشخصيات السياسية المتنفذة والمتحكمة بواقع السياسي. جيم يجعل اهتمام الفائزين بالانتخابات منحصرا برغبة وتطلعات الناخبين والسعي لإنجاز مطالبهم، وليس السعي لتحقيق طموحات رؤساء القوائم والأحزاب. دال يقوي الدور الرقابي والمساءلة للمقصرين والفاشلين بعيدا عن مراعاة الانتماءات السياسية التي تغطي وتجامل غالبا على التقصير والأخطاء والمخالفات القانونية. ها يؤسس لرقابة شعبية قوية داعمة لتصحيح وإصلاح العملية السياسية. واو يحفز على المشاركة الواسعة في الانتخابات لشعور الناخب بحرية خياراته دون تغييرها بتوسط القوائم السياسية. قال النائب محمد مهدي الأمرلي أن التصويت على عدد من القرارات المهمة سيكون في قادم الأيام بما يمنع الاصطدام بالشارع العراقي بحسب وصفه، مبينا أن هنالك فرصة ذهبية منحتها المرجعية لرئيس الوزراء وعليه استثمارها. التصويت سيكون ملزم بتنفيذ هذا القرار في هذا الشيء، وعندما الأخ والآخرين يتكلمون بإلغاء مجالس المحافظة هذا يحتاج ثلث المجلس من النواب يصوت عندما يحول إلى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ويتحول إلى الشارع، وحتى يكون رأي عام بهذا القضية. فهو قسم من القرارات التي تلغى امتيازات وكثير من الأمور التي تم تنفيذها المجلس النواب وعازم، وكثير من القرارات إن شاء الله في خلال أسبوع أو أسبوعين سننهي القرارات المهمة التي يخدم الشارع. والله أنا منذ بداية التشكيل الأخ كانت لقائنا مع الأخ عادل عبد المهدي قلنا له يكون وزير ذو صاحب خبرة حتى لا نتصادم مع الشارع. الآن تصادم الشارع وأخطاء الموجودة اللي لدى الكابينة الوزارية هو إثارتها بالشارع. فعلى الأخ دولة رئيس الوزراء في هذا التقديم الجديد عليها أن يعي إلى نفسه ويوضح للناس ويكون يكون صاحب خبرة واضحة بالقضية. لن يأتي لا يوجد لديه أي خبرة يتلكأ الوزارة لا سمح الله، هو هذا ضريبتها الآن الحكومة والشعب يدفعها. والله يكون له لابد أن يكون هذا فرصة ذهبية التي أعطتها المرجعية والشعب والكتل السياسية، عليه أن يتخذ قرارات شجاعة حتى يطلع. أكد النائب أرشد الصالحي أن إقرار قانون الانتخابات الجديد والمفوضية هو الأهم، وأن إبقاءه بعيدا عن المناقشة سيؤدي إلى تعطيل العملية السياسية. وبيّن الصالحي أنه يجب حل الإشكالية بخصوص وضع مجالس المحافظات واستمرارها بالعمل من عدمه، وأن هذا الأمر يجب أن يحسم بأسرع وقت. أيضا سنطلب بقوة أنه يتم درجها اليوم مطلب شعبي قانون الانتخابات وقانون المفوضية، هاتين القانونين هي التي تؤدي إلى المسار الصحيح للبلد. إبقائها بعيدا عن المناقشة ما معناه تعطيل العملية السياسية وتعطيل قضايا كثيرة تتعلق بالتعديلات الدستورية وبقانون المفوضية والانتخابات. يعني باعتقادي راح نعرض الاجتماعات التي عقدناها مع النقابات ومع بعض الأساتذة الجامعات، وكذلك الاستبيان اللي أعطيناه إلى مكاتب المحافظات لبيان رأي المنظمات وبيان رأي المثقفين والكوادر الأخرى، وكذلك هل نعدل كل الدستور أم قسم من المواد الخلافية. يعني للأسف مفروض اليوم تعدل وتلغى هذا الأمر وتحسم بقائها بهذه الطريقة، أيضا يدخلنا إلى حل إلى إشكالية ما بيننا ما بين مجالس المحافظات وما بين الحكومة. أعتقد موصل أكبر مثال يجب أن يحسم.
قالت النائب انتصار الجبوري في مؤتمر صحفي عقدته مع لجنة المرأة في مجلس النواب، قالت إنه يجب إجراء تغييرات ترسخ مبادئ الديمقراطية وبضمنها تعديل الدستور وتعزيز مفهوم المواطنة والتوازن بين السلطات وتكافؤ الفرص سيما للمرأة العراقية، مطالبة بنسبة تمثيل عادل للنساء في المناصب ولجنة التعديلات الدستورية ومفاوضتي حقوق الإنسان والانتخابات. ترى لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية أن البوابة الرئيسية لتحقيق ما تقدم تأتي عبر تعديل الدستور بما يعزز التعاون والتوازن بين السلطات ويحفظ الهوية الوطنية عبر تعزيز مفهوم المواطنة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية سيما للمرأة العراقية التي أثبتت في جميع مجالات العمل جدارتها وفاعلية دورها ومقدار تضحيتها وصمودها أمام مختلف التحديات. وإننا في الوقت الذي نرحب فيه بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية نرى من الواجب تحقيق نسبة تعديل تمثيل عادل للنساء تتوازى مع دور المرأة في المجتمع. نطالب تعديل المواد الدستورية وفق الآتي: 1. تعديل البند 4 من مادة 49 من الدستور لتقرأ: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 1/3 من عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس الاتحاد. 2. تعديل البند 2 من المادة 76 من الدستور لتقرأ: يتولى رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف على ألا تقل نسبة التمثيل للنساء عن 1/3. 3. مشاركة المرأة العراقية في لجنة التعديلات الدستورية. نعم هناك نسبة من الأخوات لكنها لا تتناسب مع عدد الناشطات وعدد النائبات في مجلس النواب العراقي. نطلب أن يتم تضمين نسبة تمثيل 30% في مفوضية الانتخابات دعا النواب التركمان إلى إجراء تعداد عام للسكان لغرض معرفة الأعداد الحقيقية لكل محافظة والتي على أساسها يحتسب عدد النواب وفقا للنسب السكانية الصحيحة، كما دعوا إلى تطبيق العدوى الفرز اليدوي في اعتماد نتائج الانتخابات. أولا، بدون تعداد عام لسكان العراق ما ممكن تشخيص كل 100 نائب، كل 100 ناخب نائب أو 200 ألف من هو عد محافظات. مثلا على سبيل المثال بصرة 2 مليون 3 مليون 4 مليون، حتى بالنتيجة نعرف بأنه هسه حددنا بأنه البصرة إذا 200 ألف عرفنا عدد السكان 4 ملايين نعد أعداد النواب، مو باكر ينطون أصغر محافظة فيها 15 أكبر محافظة فيها 7. تعداد عام لسكان ضرورية جدا قبل الانتخابات. وثانيا، الفرز اليدوي مهمة جدا، لا نعتمد على الإلكترونيات لأنه الإلكترونيات سيطرته وريموت كنترول مالته مو بيدينا، بيد اللي. فيما أكد خبراء في الشأن الانتخابي أن محافظة صلاح الدين هي الخاسر الأكبر وفق حصتها المحسوبة على ثمن المقعد الانتخابي إلى النسبة السكانية للمحافظة. وبين الخبراء أن اختزال حصة المحافظة بتسع مقاعد فقط في مجلس النواب سيجعل نسبة المحافظة المئوية 3.71% في مجلس النواب، وهي نسبة ضئيلة قياسا بعدد سكان المحافظة ومستوى تمثيلها السياسي، وهو ما يؤكد أيضا أن النائب سيكون ممثلا ل 182 ألف مواطن، وهو رقم كبير قياسا بمحافظات أخرى. فيما أكد الخبراء أن تمثيل المحافظات يحمل بين طياته تفاوتا كبيرا في النسب وغبنا مؤشرا تحديدا لحصة محافظة صلاح الدين من المقاعد النيابية.
بيّن النائب محمد البلداوي أن الوضع الأمني في صلاح الدين يشهد استقراراً ينعكس على جميع المفاصل الحيوية والقطاعات الحكومية، وأكد البلداوي وجود مناطق رخوة في مناطق عدة على حدود المحافظة وشمالها. الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين لعله اليوم هنالك محافظة صلاح الدين تشهد استقرار نسبي للوضع الأمني، مع في ظل أيضا مشروع إعادة النازحين إلى مناطق جنوب محافظة صلاح الدين في مناطق سيد غريب وأكمالها في جنوب المحافظة، وأيضا في مناطق الشرقاط وفي غيرها. الهاجس الأمني ما زال هو يمثل العنصر الأهم في المحافظة، ويؤثر على باقي المفاصل الاقتصادية الصناعية التنموية في البلد. اليوم محافظة صلاح الدين واحدة من أهم المدن الزراعية، وأيضا فيها مجموعة من الآثار والمناطق السياحية الدينية التي اليوم نأمل على استقرارها، كما في مدينة في سامراء وفي بلد وجود المراقد الدينية التي يؤمها الآلاف من الزائرين وتصل فيها الزيارات إلى الملايين. لذلك اليوم نحن نعمل على تطوير هذه المناطق الدينية وإعادة الاستقرار الكامل إلى المناطق، لعله هنالك مناطق رخوة اليوم التي تحادد جنوب المحافظة أيضا في غربها مع محافظة الأنبار، وكذلك في الشرقاط في مناطق جبال حمرين وفي ديالة. بعض مناطق جنوب يثرب أيضا اليوم تعاني من عدم وجود استقرار أمني، هنالك حوادث متفرقة جرت فيها، لكن اليوم نحن نشد على أيدي الأجهزة الأمنية المتواجدة هناك بما تبذله من جهود، حققوا فيها ضربات استباقية في لمعالجة ما تبقى من العصابات الإرهابية. نحتاج إلى تكثيف الجهد الأمني والاستخباراتي في هذه المناطق وتفعيل دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية. النشرة مستمرة. قال مدير ما سمراء زاحم إسماعيل إن الاستعدادات جارية لفصل الشتاء، حيث تتم أعمال الصيانة ورفع التجاوزات على شبكة الماء في المدينة، فضلا على توفير الماء وضخه إلى جميع أحياء سامراء. فصل الصيف وبدأنا فصل الشتاء، عندنا استعدادات كبيرة لفصل الشتاء. أول الاستعدادات هي صيانة مشاريع الماء، صيانة أحواض الترسيب، لأن أنا راح يكون عندي أطيان وراح يكون عندي مشاكل كبيرة بالشتاء، هذه من ناحية المشاريع. أما من ناحية الشبكات اليوم عندي رفع تجاوزات، لأن الماء اليوم عندي متوفر بكثرة بالشتاء، السحب قليل على الماء، فبديت أشتغل رفع تجاوزات، لأن أنا سامرة عبارة عن تجاوزات، يعني رفعت آلاف التجاوزات وأنا مستمر الآن، يعني أرفع تجاوزات بدل أنابيب المضررة حتى نقدر نسيطر على المياه اللي يعني تسرب المياه اللي وهدر الماء بالشوارع. قدرت أعمل تقوية المشروع 400 متر مكعب، يعني عملت 800 متر مكعب تقوية ثانية، وفرت الماء بصورة جيدة وبكميات كبيرة بالمدينة، واليوم إن شاء الله إحنا مستعدين يعني على ضخ الماء. ما زلنا في صلاح الدين وفي بيجي تحديدا، حيث شكى المواطنون السالكون للطريق العام وعند جسر البوجواري من وجود اختناق مروري وبعدم وجود أي جهة تفسر للمواطنين هذا الإهمال المستمر لمعاناة أهالي بيجي. هاي السيطرة الجسر غير ما يسوون الجسر. أي من ورا الجسر؟ هاي البجواري، جسر البجواري. عمي أنا رايح للشرقاط صار لي ساعتين واقف هنا، جسري هذا صار لي 4 سنين ما أقدر يسوونه، يعني الله ما يخافون أي حكومة يحجون، أي حكومة. صار لي ساعتين رايح على الشرقاط، عندي مرة مريضة أريد أوديها. صار ساعتين واقف هنا قاطعين الطريق، لا مرور لا شرطه لا حشد لا جيش، بس مال باقو سلب ونهب، اقسم لك بالله. خلت تدخل الحكومه تفتح الطرق للعالم، البيجي مهجومه، البيجي مهجومه، والله مهجومه. لا مدير شرطه يطالبنا، لا محافظ يطالبنا، لا قائم مقام يطالبنا، لا مدير حشد يطالبنا. اشنو ما تقول لي شنو الخاطر؟ اللهم ذا الحكومه، الله بلانا بهم، اخي واخرهم، ما اريد حكومه، جيبوا لنا عامل من الشارع يحكم البلد. والله هذا القنطره هاي جاي يشتغلون بيها وسادين الطريق على مود يكملون الثانيه ويفتحون هاي منطقه البجواري. والله صار لي نص ساعه وهاي المعاناه بصلاح الدين ما جاي تنقضي من وراء الفاسدين. فاحنا نناشد الحكومه المركزيه بان يشوفون حل لهاي الوضعيه، هاي وضعيه بيجي ما تراد، شوف الازدحامات، هاي صار لنا ساعه ورانا دوام، الله يقبلها.
سبب الازدحام على مود الجسور. انطوها للناس المليارات فجاي يتاخرون بالشغل ومزايدات، كل من يدفع اكثر للمقاولين. فالناشد الحكومة المركزية بأنه إذا ما يسوون حل لهذا الأمور إحنا من اليوم نتظاهر ضد حكومة الصرف. أعلن محافظ نينوى المقال منصور المرعيد اليوم عدم اعترافه بقرار إقالته أو تنصيب نجم الإجبوري خلفا له، مبينا أن المجلس حل بقرار من البرلمان. وقال المرعيد في بيان أن قرار مجلس المحافظة الأخير المتمثل بانتخاب محافظ جديد لا يمكن الاعتراف بجميع قرارات مجلس المحافظة بما في ذلك جلسة اليوم التي صوت بها على اختيار أحد المرشحين لمنصب المحافظة كونها تفتقر إلى السند القانوني وما زلت أمارس مهامي كمحافظة. ولفت المرعيد إلى تقديمه طعنا إلى القضاء للبدء في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله واصفا الأمر بالمخالفة القانونية. شيرين أهلا بكم، نشرة اقتصادية جديدة بدايتها أبرز العناوين. الصناعة توقع عقدين، الصناعة توقع عقدين مع شركة تركية لاستثمار معملي الإسمنت في نينوى والأنبار. وهنري كيسنجر يحذر من حرب باردة بين أمريكا والصين أسوأ من الحرب العالمية الأولى. أهلا بكم من جديد. كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية فاضل الفتلاوي الأحد عن تحركات داخل البرلمان لتعديل قانون العمالة الأجنبية لتخفيضها إلى نسبة 10%. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي أن هنالك تحركات لتعديل قانون العمل لتكون نسبة العمالة الأجنبية من الخبراء إلى 10% داخل الشركات وخاصة النفطية، لتكون بذلك نسبة 90% للعراقيين من أجل تخفيف نسبة البطالة. وأضاف أن العمل يجري حاليا داخل الشركات الأجنبية في العراق لتخصيص نسبة 50% للعمالة الأجنبية، وبالتالي فإن عدد هؤلاء العمال قد بلغ مليون عامل، وهو رقم كبير جدا وينبغي تخفيضه عبر تعديل القانون المذكور. أعلنت الشركة العامة للإسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن الأحد عن توقيع عقدين مع شركة بارتنر تكنيك التركية لاستثمار معمل الإسمنت في حمام العليل القديم والجديد ومعمل الإسمنت في الفلوجة بعد مباحثات ودراسات بين الجانبين استمرت لأكثر من 6 أشهر. وذكر مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي في بيان أن شركة بارتنر تكنيك التركية من الشركات العريقة والرصينة في مجال صناعة الإسمنت، ولديها استثمارات بهذه الصناعة في عدة دول عربية وأوروبية. وأشار إلى أن الشركات عرضت عددا من معاملها 18 كفرصة استثمارية وفق قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997، وشكلت بموجب لجنة لدراسة العروض بعد إعلان الفرصة الاستثمارية لتلك المعامل لاختيار أفضل العروض واختيار شركات رصينة. أعلنت وزارة النقل تخفيض أجور السفر ل 13 مدينة حول العالم. قالت الوزارة في بيان أنه تم إطلاق الأسعار الخاصة بموسم السفر الواطئ لعام 2019 لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني. وأضافت أن تعديل أجور السفر شمل تعديل أجور السفر لقطاعات مينسك وموسكو وكوالالمبور
وباكو وأسطنبول وأنقرة وأنطاليا وعمان وبيروت ودبي والقاهرة وكوزاو وكييف. وبينت أن هذه الإجراءات يعتمدها الناقل الوطني وفق خطة دقيقة يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل عبد الله العيبي، والتي تهدف إلى تحديث خدمات الشركة بشكل مستمر ومنها الأسعار التنافسية. أعلنت وزارة الزراعة الأحد عن منع استيراد محصولي الشلغم والشمندر للموسم الحالي من كافة المنافذ الحدودية بالإضافة إلى مادة العسل. وقالت الوزارة في بيان أنه تقرر منع استيراد محصولي الشلغم والشمندر للموسم الحالي من كافة المنافذ الحدودية واعتبارا من اليوم، وذلك في ضوء وفرة المنتج المحلي في الأسواق وطبقا للروزنامة الزراعية وحماية للمنتج المحلي. وأضافت أن المنع يأتي استنادا إلى كتاب مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية والمتضمن تخويل السيد الوزير صلاحية فتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي. حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر من واجهة ما زال يمكن تفاديها بين الولايات المتحدة والصين، مضيفا أنهما على أعتاب حرب باردة قد يكون فيها الصراع بين البلدين أسوأ من الحرب العالمية الأولى، إذ تم ترك الأمور دون سيطرة لدولتين كبيرتين كونهما أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف كيسنجر أنه خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان وضع خطة لخفض القدرات النووية للقوتين على رأس الأولويات، وتابع أنه إذا وصل الطرفان النظر إلى كل قضية في العالم على أنها نزاع بينهما فقد يكون ذلك خطيرا على البشرية. وقال في كلمة له أمام جلسة منتدى الاقتصاد الجديد المعني بموضوعات الحوكمة العالمية وأسواق المال والتجارة والتكنولوجيا والتغيير المناخي، عليهما مراقبة تأثير تحركاتهما ضد بعضهما. أخيرا تلقت شركة تسلا عددا هائلا من الطلبات لشراء الشاحنة المدرعة والتي جرى الإعلان عنها مؤخرا رغم الفضيحة التي وقعت أمام الجمهور بسبب انكسار زجاج العربة خلال تجربة مباشرة. وهذا وبحسب موقع تيك كرانش فإن الشركة الأمريكية تلقت 146 طلبية، أي أنها استلمت عربون قدره 14.6 مليون دولار في غضون يومين فقط. وتعرضت شركة تسلا لضربة محرجة في ولاية كاليفورنيا قبل أيام حين أرادت أن تعرض الشاحنة المدرعة المسماة سايبر تراك أمام الجمهور، لكن زجاجها انكسر بشكل سريع، ذلك بعد خضوعها لتجربة. وبحسب مجلة فوريس فقد تسببت واقعة سايبر تراك في انخفاض قيمة أسهمها إلى 6%. نهاية نشرتنا الاقتصادية، هذا انتقال للزميل حميد المظهور والأخبار الرياضية، لكن بعد الفاصل الاقتصادي دمتم بخير. شكرا للزميل حميد. وقبل الختام تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يقرر تمليك الأراضي للمتجاوزين. اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين تجتمع وتتفق على عدة ملفات. الأسدي لا اتفاق غير معلن خارج وثيقة الجادرية. وتسع مقاعد فقط حصل صلاح الدين بحسب مشروع الانتخابات المقدم من مجلس الوزراء. شكرا لكرم المتابعة ودمتم بخير.